حول رسالة الفريق المتقاعد محمد مدين نتابع. هدروش كامل هدروش تلقاه 25 سنة ولا ما يدري على توفي، لا على حسان، لا على جنرال واحد آخر، لا على النار اللي تلحق. أنا على حسابي النار اللي تلحق لمصالحهم وتلحق ليهم هما، يعودوا سيبر أصحابهم باسكو تان كرون. بالنسبة لنا سي تان كرون، باسكو حنا بكري ما نعرفوا لا جنرال توفيق، نستنوا هكذا جنرال توفيق، جنرال حسن، تعرفوا واش دايرين واش ما دايرين. كاين الناس اللي عندهم طالع على هاد الناس هذوما، والله أعلم كاين عدالة. عدالة هذه إذا كان عندها بيان على الناس هذوما. بلي دوكيمون ماشي هكذاك برك أنت تروح تدي ناس بلا حتى حاجة تهمهم وداروا بال. كاين عدالة، العدالة هي تفصل في القضية تاعهم. ما جنرال توفيق هذا كان مادا بينا. ماشي اليوم، كان مادا بينا نعرفوه من قبل. ويدافع على ناس واحد اخرين ويدافع على ناس مظلومين، وكان ناس راحت هكذاك فورتي ديسباري ما كانش يسمع بهم، ما درى عليهم لا توفيق لا اثمان. ما قلت لك نورمالمون يحكي واش صاير في البلاد كامله، اخويا ما يحكيش غير على صحيبه برك، تما كيما قاعد يدافع غير على زميله. وش اللي صاير في البلاد المضرقين هما مش محبين يبينوا الحقيقه تاعو. يدرك اخويا اش راح نقول لك، هما دركا هما خدمة عسكرية مع بعضهم، هو ريكلام ريكلام كيما نقولوا حنا ديفوندي على صحيبو، باهي ديفونديو على الشعب ويشوفوا مشاكل تاع الشعب، قاعدين هما يمنعوا في بعضهم حسب ما فهمي أنا. كاين قانون عسكري وقانون دولة ألا وهو المحافظة على الأسرار، فمهما يكون هذا الرجل أو مهما يكون العسكري، إنما خروجه من المؤسسة العسكرية عنده حق التحفظ، حق التحفظ في كل ما يصدر منهم، وهذا بحقه، حقه قانونيا عسكريا، حقه قانونيا وعسكريا. أما بالنسبة للمسار السياسي الذي هو ربما يكون مستقبلا للبلاد، فهناك مجال مفتوح سياسي عندما تكون خارج المؤسسة العسكرية، تصبح في الحياة المدنية، حبيت تنشط سياسيين أو غير سياسيين لا لك الحق، لك الحق. أما بالتحفظ فله التحفظ الكامل على أسرار الدولة، وهذا هما رجال الدولة. على كل حال أنا جنرال توفيق هدايا كما يقولوا 25 سنة هو مخبي، واليوم خرج بهذه الرسالة، يعني نقدر نقول لك باللي جنرال توفيق شغل ما نعرفوش، يقول كيما كتب الرسالة شغل حاجة ماهيش كما يقولوا، قال هذا حادث كبير ولا كذا. لماذا كان مخبي؟ واحد مخبي على يتخبى، مام كان حاكم الأمن، والأمن واش هدايا؟ بلادنا أنا الأمن، أنا نحمي بلادي، وعلى بلاد البلاد تاعو ولا بلاد تاع واحد آخر؟ بلادنا أكل ونحميها ونحبوا الجزائر، نحبوا الجزائر وأنا مواطن والله العظيم غير نقدر نقول لك نموت عليها وعلى وراها المشكل هذايا. كانت واحد السياسه غامضه هكذايا هي اللي وصلتنا لهذه الدرجه، وانا نقول لك الحقيقه سياسه ماهيش مليحه هذيا يا خويا، خرج ربي عريان يكسب. هي كنت نتكلم في حوايج واحده اخرى خير وخير، كنت نتكلم على حاله الشعب وحاله سياسه الدوله وعمليه تقشف و2016 هذايا، ربي يسرنا بركه. نورمالمون هذا الشيء هذا هو الشيء المهم، انا تسمى رايي انا والعلم لله.